كل واحد بلاصه صراحه. يوسف البيضاوي سي الكوتي ديالي في العيطه اللي هي حاجه كنبغيها بزاف وكنبغيها بواحد الدرجه ما كتصورش، وفاطمه التاويل هي الصوت ديالي ملي كنبغي نعبر على شي حوايج اللي ما كنقدرش نقولهم اوتونك يوسف وفاطمه كتولى المهمه، فهما بجوج عندي هما اللي داروني انا. ان شاء الله ان شاء الله بغيت شي اغنيه في العيطه اللي تكون شويه تنسات نعاود نحييها، فكنتسنى لها غير الوقت باش نهبش شي شوان جبت شي حاجه زوينه نفكر فيها الناس المغاربه والاجيال القديمه، وماذا بيا تكون شي حاجه ديال الفنان مشعبي طاوي الله يرحمه. فاطمه تاوي في السينما يقدر وي نقدر ندير فيلم فاطمه تاوي في السينما. عندي عمل مسرحي الشهور جايين، وعندي ان سبيكتاكل لو 8 مارس لا جورني دو لا فام ان شاء الله. ما كنشوفش انتقادات بزاف، كنشوف لو كوتي بوزيتيف، كنشوف ان الناس بزاف عجبهم لو بيرسوناج فاطمه التاوي. الناس راه غتنتقد اي حاجه، ما جيناش للدنيا باش نصاوبوا الخواطر الناس كاملين. الا عندك خمسه الناس ذكيين متبعينك احسن لك من خمسه المليون عام تبعين لو تخوكو.